بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم عبر الجزيرة مباشر، ونحن ننقل أحداث السودان وتحديدا مدينة لوبيت وولاية شمال كردفان. يمكن إحنا الآن متواجدين في مجمع المدارس، مدارس الابتدائي. هذا المجمع اللي بيحتوي على عدد كبير من الأسر، حوالي 60 عائلة هم من النازحين، نزحوا بسبب هذه الحرب، بسبب هذه الاشتباكات ما بين القوات المسلحة وما بين الجيش. ويمكن الصورة هي بتحكس وبتورينا مدى معاناة هذه الأسر. يمكن لما نقول مدرسة الشروق الابتدائية هي بتوجد في مدينة لوبيت، وتحديدا في الجزء الشمالي القربي لمدينة لوبيت. يمكن احنا معانا عدد من الأسر حنتعرف عليهم وكمان حنشوف معاناتهم شنو. خلينا نبدأ بواحد من المتطوعين من الهلال الأحمر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحب بك وعرفنا عليك. عبد الرسول آدم محمود أحمد من أبناء الحي متطوع. متطوع من متى مع النازل؟ من الوقفة. من الوقفة معهم. أيوة. طيب الآن الوضع كيف؟ مطمئن؟ الأسر بدأت ترجع ولا ما زالت المعاناة موجودة؟ بعض الأسر رجعت وهذا الحال انت شايفه، لكن بعض الأسر رجعت الحمد لله في أمن وأمان. طيب تمام. احنا برضو نتعرف على برضو واحد من أفراد الهلال الأحمر. مرحب بك. وعليكم السلام ورحمة. مراد الحاج، تفضل. مراد، نحن عارفين انك انت المسؤول هنا وتحديدا مسؤول من القسم بتاع الإمدادات. طيب معاك، خلينا نحن نخش جوا نشوف الحاصل شنو وناخذ إفاداتك برضو ونشوف المعاناة اللي انتوا بتعانوا منها. طيب لكل الناس اللي بتشاهدنا ده الآن الحال بتاع الإمداد بتاع الأسر. يمكن المخزن ده هو كان ممتلئ بالمواد الغذائية الفترة الفاتت، لكن الآن خلاص هو أصبح فارق في معاناة كبيرة، في كمية من الحاجات الغير متوفرة، كمية من المعونات الغير متوفرة. طيب مراد، خلينا معاك نشوف الآن أنتوا اللي عندكم شنو والما عندكم شنو. الآن الموجود عندنا شوال بتاع فحم، شوالين رز 25 كيلو. فعندنا الدقيق، يعني اللي حكاية زي ما شايف نص الشوال ده بتاع الدقيق. فالبصل ياهو زي 3 ملوة كده بتاعت بصل. ففي كرتونة بتاع الشعيرية، دي الحاجة الموجودة الآن. أما بالزيت والعدس ده، ده آخر وجبة الآن الشغالين فيها دي، تاني غيره ما فيش حاجة تاني غيره. طيب الوجبة بتكلف كم؟ يعني إذا قلنا وجبة الفطور هي بتكلف كم؟ هل بتحتاج شوال عدس، أزيات، الزيت كده؟ وجبة الفطور تحتاج لشوال عدس، شوال رز، الزيت بتحتاج لها لحكاية 10 رطل بتاع زيت، البصل بتاخدان لها لحكاية بتاعة ملوة نص كده من البصل. المشكلة الثانية الأمسة يمكن هي الباقية لنا بالنسبة المهددة، يمكن ضعفنا مشكلة الموية. فالآن الباقة بتاعت الموية الواحدة ب200 جنيه. فنحن مرات والله بنكب يعني نص برميل بس حق الوجبة بس. كده الناس زول للماء بتاع ما هو حق الشراب ذاته في مشكلة. يمكن واحد تلقاه عنده جاك يقسم لأولاده بالكوباية عادل عشان أقدر يتم بهم اليوم بالذات الماء. طيب تمام. المعونات دي هي بتصلكم من وين؟ الزيت والدقيق والعدس والسكر؟ المعونات دي بتصلنا من مولانا عبد الرحمن اللي هو مسؤول من الحج والعمرة، فمعه عضو من الشباب من ضمنهم غزافي عمر الغزافي المؤسس لبشش. فبتجينا المادة من هناك، آخر مادة جانا من المدينة الرياضية دي اللي حياته وصلتنا منه منك. طيب آخر مادة وصلكم 200؟ آخر مادة وصلنا كان أمس، آخر مادة كان أمس منه. جبنا منهم شوال بتاع عدس، شوالين بتاع رز، الدقيق كان 25 كيلو، الأربعة لتر بتاع زيت، ده آخر ما وصلنا منه. طيب الأسر دي متواجدة هنا من 200 ليها كم؟ الأسر دي متواجدة من أول الأحداث ما حصلت. إحنا كهلال أحمر أول ما علمنا أصبح الصباح بأن المدارس دي ممتلية بالأسر المتشردة، فوزعنا متطوعينا بي عندنا المركز الأول الشروق، المركز الثاني الأولمبي، مدرسة ود الياس، مدرسة حسين زاكي الدين، مدرسة ابن عمار، مدرسة لوبيت، كتاب.
فيوم الوقفه بانه الاداره بتاعت الاولمبي اللي هي كانت بتمدنا احنا كهلال احمر موجودين الان نمد الناس بالروح المعنويه، يعني نرفع لهم معنوياتهم، نزعفهم اسعاف معنوي، بعد ذاك بالشنطه بتاعت الاسعاف الموجوده عندنا المجروح نقدر نقدم له، اللي عنده صداع نقدر نقدم له. فصراحه احنا كهلال احمر الان ما عندنا يعني مأوى وحاجات نقدر نمدها غير المتطوعين حقنا ده، يعني المخزن بتاعنا ذاته فاضي ما فوق حاجه حتى نقدر احنا نقدمها. انت يمكن ذكرت الشنطه الاسعافات، ده بيخلينا نسال عن الوضع الصحي الان هو كيف؟ اذا في زول عيان انتم حتتعاملوا معاه كيف؟ الوضع الصحي كان في خلال الاربع ايام كان عندنا بالذات الشفع الاسهالات، فمن المتطوعين اخواننا المتطوعين واحد عنده موتر ازعفهم للكويت اطفال، والاداره الطوعيه برضو كان جاتنا هنا قالت خلاص اخواننا نزلوا ودوهم الكويت اطفال، فوديناهم الكويت اطفال. بعد ذاك مدونا برضو في شباب من حي الناظر هنا، يعني ما شاء الله ما قصر جزاهم الله خير برضو، والمستوصف حقهم قريب من المدرسه هنا برضو، اخذوا لنا كم حاله كده قدروا يقدموا لها العلاجات واكتفينا على كده. تاني ما في حاجه يعني جهه تانية جاتنا في بالذات في الرعايه الصحيه ان تقدم لنا شيء. طيب وين حكومه الولايه؟ ما في مسؤول من الولايه هو جزار الموقع هنا وجزار حال الاسر الناس حوشافه كيف؟ لا والله ما جانا مسؤول نهائيا من الحكومه، نهائيا ما جانا مسؤول، بس بيجينا ذول خيري يعني في البيجي في الوقت ذاك الان احنا بنعمل عصيده، كان قبلها في بيجي خيري بيقول اخواننا ده شوال بتاع عيش او مثلا دي 1000 جنيه همشي يجيبوا بها عيش. فبعد ذاك الخيرين اللي بيجيبوا العيش ذات يتقطعوا مننا. لجانا للدقيقه الموجوده عشان نعوس عصيده زي ما شايف الان الاخوات هم شغالين. بعد ذاك الشباب بتاعنا الحي يعني ما قصروا، هم واقفين معانا يعني خدميا، يعني يعوسوا معانا، يغسلوا معانا العده، يقدموا معانا الوجبه. في شباب من اليرموك برضه جزاهم الله خير لما بيقدروا بيستطيعوا عليه برضه بيدونا به. مرات يمدونا بمويه، مرات يمدونا بمعونات، بس الحاجه اللي هم بقدروا واستطيعوا عليها برضه ما قصروا بيمدونا بها، اما الحكومه لا جاتنا لحد الان. عرفت منك انه خدمات المياه ما متوفره، طيب الكهرباء هنا برضه؟ الكهرباء هنا المدرسه كانت فيها كهرباء من خلال جينا تقريبا بعد 3 4 ايام الكهرباء خلصت. فاحنا حاولنا ننزل كهرباء بان لقينا من الكهرباء ما موجوده الشبكه ذاتها ما موجوده بتاعت الكهرباء حتى نقدر ننزل الكهرباء. اجرنا لهم كشافه عشان تكون مضيئه للمعسكر. بعد ذاك الكهرباء خلصت، الان الكهرباء خلصانه يعني. طيب تمام، مناشدتك انت شنو؟ انا والله مناشدتي للخيرين اهل القلوب الرفيعه ان ننزل في امس حوجه امس امس حوجه. يعني الان نازل عندهم اسر لا يملكون قوت اليوم. حتى الان هسه الان احنا لو الليله اخر وجبه خلصت لهم الناس لا يملكون قوت اليوم في امس حوجه بجد، يعني الناس في الاسر دي امس حوجه. فاناشد الخيرين اهل القلوب الرفيعه ان يرفعوا على الناس ان يجي يزورهم ميدانيا ويقدر يقدموا لهم ما استطاعوا يقدروا يقدموا لهم. اناشد برضو المنظمات تحت العون الانساني المنظمات الخيريه ان تقدر تزور الناس ميدانيا. احنا زارتنا بلان السودان بالامس، زارتنا بلان السودان تفقدت الحاله الوضعي ولحد الان ما جاتنا راجعه، يعني هي جات زارت الوضع ورجعت. فلكن والله في بشريات من بلان السودان انت هي راجعه، والله جات يعني اكدت عن الوضع الصحي، عن المعونه، عن المهوى الناس ذات الحياه تقدر تقدم فيها الوجبه. بلان السودان دي المنظمه الوحيده زارتنا الان، غير بلان السودان ما في منظمه خيريه زارتنا. فأنا أتمنى من المنظمات الخيريين ناس الخيريين أن يقدروا يقدموا للناس دول، وجد الناس في أمس حوجة في ناس بيوتهم حرقانة، لأن الناس اللاجئة جايانا دي الآن ما من المخطط، الناس دي كلها جايانا من العشواوي، وفي العشواوي ذاته آخر الناس المستهدف الأحداث، يعني نزل في المغر جنبهم مغر اللي هو مغر الجهاز سابقا الفوق قدام السريع الموجود ده المغر السابقا الموجود محل اشتباكات. فالناس الان لو اقول له احسن بقول لك يا اخي انا مهدد خطريا من البيت، مهدد ما قادر امشي امنيا كده للبيت. في ناس جات طلعت بلبس واحد ما قادره ترجع عشان تجيب اللبس الثاني، لحد الان ما قدرت ترجع لحد الان. ان شاء الله ربنا يعينكم، احنا شاكرين وقادرين لك مراد. لسه ونحن بنمضي وبنتجول في مدرسه الشروق
الابتدائية بمدينة الأبيض اللي بتضم حوالي الآن 60 أسرة نازحة، ويمكن كانت الأسر في أول يوم في العيد أو ثاني يوم في العيد ما يقارب 220 أسرة، لكن الآن جزء منهم هم بدأ يرجع إلى الأحياء إلى مواقع سكنهم، وجزء منهم برضو كمان سافر خارج مدينة الأبيض، وجزء منهم هم متواجد في 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 الأسواق، جزء منهم في الأحياء. يمكن برضو ده أحد الفصول اللي بتتواجد فيه برضو عدد من الأسر، هو ده فصل دراسي زي ما نحن شايفين، يعني قدامنا هي السبورة، قدامنا هي الشنط بتاعة الأسر وحاجاتهم، هم متواجدين، فصراحة هي معاناة حقيقية جدا. الآن أمامنا ده هو فصل دراسي أو مكتب دراسي، لكن فيه معاناة حقيقية للأسر بمدينة الأبيض، وده كله بسبب هذه الحرب، ده كله بسبب الاشتباكات ما بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة اللي خلت الأسر هي تفقد أمنها وأمانها. الآن الأسر هي ما قادرة تصل إلى منازلها، في بعض الأسر الآن هي موجودة بقيار واحد حسب ما ذكر، إنه هم ما قادرين يصلوا البيت، بيعانوا في المياه، بيعانوا في الشراب حسب ما ذكروا. طيب نلتقي بأحد أفراد الأسرة. السلام عليكم. حبابكم معرفين عليك. الله يبارك فيه. بخير. نازل جاجهونا مرقنا من بيوتنا، نازلين بيوتنا قاعدة حس بحرامية سرقوهم ما سرقوهم ذاته، ما عارف ما قادرين نمشي نشيلوا حاجة من بيوتنا ذاتنا، عطشانين علينا وقت عاقين في المدرسة ذات تلقصنا قاعدين، جعانين إلى الناس في القير دير بأكلونا بيشربونا ناس إلى الأحمر. لكم كم هنا متواجدين؟ الله أنا مني يوم الوقفة أنا يوم بتاعت العيد مرقنا يوم الليلة بأطفالنا ما عارفين ما هنا دهستي قالتنا قاعدين في الحلقة اللي ماشيين ساي. العلاج كيف؟ والله حاسين ده أطفالي عيانين، حاسين دي بنية ودي ولدين عيانين. والله هنا زاد ناس نبله المسكين، بس المسكين بدنا العلامات ماشيين طوال عيانين، هذه ناس قادتنا ده عيانين هنا. طيب مراشدتك شنو انت للحكومة؟ والله يعني هنا بسبب المشاكل دي ما دارينا مرقنا من الحروبات من الجبال نازونا مرقنا، حسيت انا نازيين حياتنا كلها ماشيين متدمرين، هنا حياتنا متدمرة مرة واحدة، زارينا قالونا اطفالنا دي نعيشوا محل واحد ما يجاجحوني كده. إن شاء الله إن شاء الله هي دعوات تلقى الاستجابة وتعيشوا في أمان وتعيشوا في سلام. برضو معانا أسرة برضو نتعرف عليها. السلام عليكم. السلام. السلام عارفين عليك. سعاد عبد الله إبراهيم، أسرة عبد النور محمد حامد. سعاد الأحداث دي لقتكم وين؟ والله يعني إحنا جينا هنا الليل عندنا 13 يوم، جينا من رمضان آخر رمضان هنا حضرنا عندنا 13 يوم، والطلق دي بتجي براسنا والله مرقنا بس بحدنا دي أنا وعيالي، عندنا 8 أسر في البيت. طيب أبو الأولاد وين؟ متوفي بحادث قتيل وذاته ما لقيته. ربنا يرحمه. قطع عربية هاي. دي أصغر واحدة في أولادي. ربنا يحفظها إن شاء الله، يا ربنا يحفظها عليك. طيب مناشدتك شنو أنت يعني؟ والله أنا بس متضررة، ويا هو كان أنا شغالة مربة منزل. وحتى ذاته بنشتغل كده عليه اتجاه السوق، وما في طريقة تانية نمشي. يا واسه جينا جلسنا في المدرسة دي، الحمد لله الناس ما قصروا مننا، مدعمونا بالأكل وبالشراب، والحمد لله نكونوا من الشاكرين. قلت الحمد لله. الحمد لله، إن شاء الله ربنا يلطف بكم. يمكن عدد كبير من الأطفال اللي هم بيتواجدوا حوالي 250 طفل، فهم برضو بيعانوا في الطعام، بيعانوا في الشراب، بيعانوا في الوضع الصحي. طيب برضو خلينا نوزع برضو معانا أحد الشباب. السلام عليكم. طيب اسمك منو أنت؟ اسمي قدورة. طيب قدورة، قدورة بيدعانوا شنو يا قدورة؟ ها؟ دايرين شنو يا قدورة أنتو؟ إيه هاي إيه هاي. طيب فالآن دي الكاميرا قدامك يا قدورة، تمام؟ قول للناس انت حتقول لهم شنو؟ اي هاي. طيب ده برضو احد الاطفال اللي معاني، صراحة هي صدمة كبيرة للاطفال وللوضع الحاصل زي ما هم ذكروا. طيب تمام، عرفنا عليك. اسمي حمدان. حمدان بالباقي. طيب يا حمدان انت بتقرأ سنة كم؟ خامس. طيب حمدان تقرأ سنة خامسة، حمدان لك كم هنا؟ لك كم هنا؟ من وكذا رمضان. طيب من وقت رمضان هنا؟ يمكن حمدان هو بيقرأ في الصف الخامس، المدرسة دي هو كان بيقرأ فيها، كان بيجيها طالب شايل الكراسات وشايل الكتب، الآن هي أصبحت له مغر وأصبحت له سكن بسبب هذه الجائحة. طيب يا حمدان دي الكاميرا قدامك، أنت حتقول شنو؟ نقول إيه هاي. تمام.
قول حتقول شنو للناس اللي سببوا الحرب، للناس اللي سببوا المشاكل، انتوا بتعانوا من شنو او محتاجين شنو، دايرين شنو؟ دايرين شنو انتوا؟ دايرين شنو يتوفر لكم؟ هي هاي السلام. دايرين السلام. يا سلام. طيب يمكن دي ابلغ رساله وابلغ طلب. حمدان قال ان احنا دايرين السلام، ودائما كل الناس هي بتدعو للسلام. برضو يمكن الهلال الاحمر له ادوار عظيمه جدا هنا في هذا المعسكر مدرسه الشروق. معانا برضو استاذ من الاحمر، نتعرف عليك. الاسم بخلاص الهادي محمد، متطوع في جمعيه الهلال الاحمر السوداني، مسؤوله من المعسكر. طيب اخلاص مسؤوله من المعسكر، اخلاص الان الوضع كيف عندكم هنا؟ والله افضل من الايامات الفاتت. الايامات الفاتت بجد كان فيها ضغوطات، كان فيها معاناه، يعني بجد يعني كانت مشكله كبيره جدا جدا. طيب زي ما ذكر لنا مراد انه الان في معاناه في النقص بتاع المواد التموينيه كده، فالافضليه وين انه الايامات دي افضل؟ والله الأفضلية إنه الناس دي تكون في منازلهم متواجدة، وتكون الأمن متوفر لهم. يا أخواننا بجد يعني الأطفال دي قاعدين يعانوا معاناة شديدة. تقريبا من أول أمس بدينا عمل الشباب دي شوية كده الدعم النفسي بالنسبة للأطفال، إنه نجهز لهم كرة يفرقوا بيها، والبنيات دي زي ما بقولوا أريكة ونط الحبل، اللي يطلعهم من الأجواء اللي هم فيها، يعني بنحسسهم إنه إحنا قريبين منا، والناس دي في بيوتهم يعني ما موجودين في حاجة بقول لها حرب وكلام زي ده. يعني خيط الحمد لله، ربنا يدي العافيه وربنا يصلح حال البلاد والبلد ان شاء الله. شاكرين لك استاذه اخلاص مسؤوله هذا المعسكر. يمكن احنا لسه بنتجول، وزي ما احنا شايفين هي الاسر هي متواجده في الفناء بتاع المدرسه، الان هي بدعاني يعني زي ما ذكروا لنا الاخوان، هو في نقص في المياه، في نقص في الكهرباء. طيب يمكن المدرسة هي بتحتوي على عدد 14 فصل، ال 14 فصل دي الأيامات الماضية كانت هي كلها ممتلئة بالأسر، لكن الآن بعض الأسر هي رجعت، بعض الأسر هي سافرت، الآن هي 3 فصول فقط هي اللي بتتواجد فيها الأسر. برضو هنخش الفصل ده كمان، برضو هنشوف الأسر ومعاناتهم والحاصل عليهم شنو. طيب ده وضع الفصل الآن. طبعا انتوا زي ما شايفين يعني فرشات فقط، ما في حاجة بينوموا فيها، النوم فقط في الأرض، حتى فرش ذاته عشان انت تنوم فيه ما فيها. الأسر دي هي كلها نايمة في الأرض، لأنه أصلا الحرب ما خلت لهم مساحة عشان الواحد يجيب حاجة معاه. في بعض الناس هي ما قادرة ترجع، في بعض الناس هي حسب ما ذكروا لي إنهم هم ما قادرين يصلوا لبيوتهم. في بعض الأسر برضو عندها ناس معذورين بيعانوا، في بعض الأسر برضو عندها حالات نفسية، فهي كلها معاناة حاصلة، معاناة من الجانب الاجتماعي، وكذلك معاناة من الجانب المادي، ومعاناة من الجانب المعنوي. طيب معانا أمنا، نتعرف عليك. السلام عليكم. حبابك ويما اسمك نو؟ أنا اسمي هوا مؤمن. هوا مؤمن. طيب طيب يا حجة حوا، أيوة. الأحداث دي لما حصلت أنت كنت وين فيها؟ تو حي؟ أنا هنا في الجهاد، محل هنا هنا شواعي حي الجهاد. قاعد أنا. طيب كده احكي لنا الحصل شنو، احكي لنا الحصل شنو. والله عرفنا بالليل نايمين، بين جاء قال جايين ناس يضربوا المهلة ده. قلنا هلا بالليل شاقونا أنا ذاتي. قلتلنا مشينا هناك ما نفعت، فتنا ثلاثة ما لنا دخلنا حتى تجينا بينا قعدنا وقعدنا، بس الحمد لله قعدنا ما عندنا. طيب الوضع الآن هنا كيف؟ أنتم محتاجين شنو؟ والله نقول شنو، ما في شنو، ما في شنو، ما وقت ما الحرب ده ما قاعدين ساكت في يدينا ساكت. اللي بينقصكم شنو يعني؟ اللي بينقصنا والله دول ده بدينا الأكل بناكل هو. لكن الجاسوس اخذ الشاهي ده وقت نجيبه نسوي نشربه بس يعني. طيب بتقول شنو للاطراف اللي متصارعه الان؟ شنو ده؟ الناس اللي بتتشاكل دي بتقول لهم شنو انت؟ انا عارف لا الناس جات ما عارف ان انا جات جات بقوله كده. قال شنو؟ قال نادينا وسمى جداته بس يعني. قال بضرب الناس، قلت عندكم بيوت اللي هنا قش ما معروف. النار بجيكم خير دموا ورقبتكم في محل. ما شينا هناك في مدرسة ذاك قعدنا ما نفعت. جينا هنا محل واحد ثاني قالت ما نفعت، قال ده جاد بضرب، جينا وكلنا جينا قعدنا.
طيب ان شاء الله ربنا يعينكم وربنا ان شاء الله يسر عليكم ويحفظكم. صراحه يعني الصوره هي واضحه، يعني ما محتاجه انه انا اوصفها من خلال الكلام، يعني المشهد هو بيحكز نفسه، يعني ده حال الاسر وهم ديل الاطفال، يعني يمكن عدد كبير من الاطفال هو متواجد، عدد كبير برضو من الفتيات ومن الشباب برضو معانا اخذنا. خلينا يا مصعب نتعرف عليه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. الرحمن. عرفين عليك. وصال حسن. وصال. وصال خلينا نزل من البنوتة دي، وش عمره كم؟ شهر وخمستاشر يوم. شهر وخمستاشر يوم. طيب ده بيأكد انه وصال هي يعني نفسها وضعت قريبة جدا، ويعني يمكن يكون الفترة بتاعت العيدة هي ما تمت بسبب الحرب ده، فاضطرت انه هي تطلع يعني. طيب يا وصال انت كنت وين من الحرب دي بدت؟ في حيبانت. والله يا حبس قالوا لنا نمرق ومرقنا، دانات والطلق دي بتجيبه فوق لنا، حتى لما في طلقة ذاتنا جاتنا في البيت عشان كده احنا اضطرينا شلنا عيالنا ومرقنا. طيب وجينا وقاعدين هنا. طيب شلتوا حاجاتكم معاكم من البيت ولا مرقتوا ساي؟ مرقنا ساي بس خلينا الحاجات شلنا لغياراتنا بس. يا وجينا قاعدين هنا هسه ما عارفين تاني الوضع الحاصل شنو بحصل شنو الله يعلم. طيب هنا انتوا بتعانوا من شنو؟ والله يا اخو الحمد لله بعيتوا بناكل، لكن اكثر شيء بنعاني من المويه. تاني ما قدر كده حمصنا والارض ده تاني ما عندنا حاجة نعاني منها شديد. يا هو بس تاني نبص الوضع تسلمنين ونرجع بيوتنا بس ان شاء الله. طيب بتناجدي المسؤولين انت بتقولي ليهم شنو في من خلال المساحة دي؟ والله طبعا دي مشؤولنا واحد ما هيحب يدخل نفسه بس، لكن بس نحن بدلنا بس نسوى ابرياءنا ديل بس. يا هو تاني ما عندنا حاجة اكتر من كده. طيب هي يمكن رسالة واضحة وكبيرة جدا، وانهم هم عاوزين يحموا ابرياءهم او هم عاوزين يحموا الاطفال. وصراحة يمكن الحرب هي ما حبابه، والحرب ممكن تفقد الناس الكثير والكثير. احنا لسه بنتجول معاكم، بنتجول داخل مدرسة الشروق والفصول المختلفة برضو. هنا الآن أسرة هي متواجدة في الفناء الخارجي أو في الصالة الخارجية لمدرسة الشروق، وبرضو معاناة كبيرة ومعاناة حاصلة جدا. طيب السلام عليكم. حبابك عرفين عليك. الأخت مستر بكر من حيبانت طبعا من الناس المشردين. هو قعدنا هنا والله الليلة قاعدين قريب ل 16 ولا 17 يوم، وناس الحلال ما قصروا مننا واقفين معانا والله متعانين، لكن دايرين نرجع البيوت رايتم وما عارفين اللي بيحصل ده. ان شاء الله ربنا يعينكم ان شاء الله، وكمان ترجعوا لأسركم. طيب محتاجين لشنو انتوا هنا؟ والله محتاجين لحاجات كثيرة طبعا، شردنا وجينا لكن ما عارفين الحاصل هناك شنو، وقاعدين هنا على الله. طيب بيوتكم في هناك الناس مشوا شافوا الحاصل شنو الحاصل عليها؟ هل هي ما زالت الممتلكات موجودة ولا الحاصل شنو؟ والله في بيوت اتحرقت وفي بيوت سرقوها. وقاعدين احنا هنا في بيوت اتحرقت وفي بيوت سرقوها، يعني فاقدين حاجات. طيب ده الحال وده الوضع و دي الصورة. نزل الله سبحانه وتعالى العون واللطف. يمكن برضو في أسر برضو قدامنا، يمكن لو أنتم ملاحظين معي يعني العددية بتاعت الأطفال يعني هي أكبر، والأطفال هم بيعانوا صراحة حسب ما ذكر لي إنهم بيعانوا من أمراض كثيرة، خصوصا الأمراض اللي بتتعلق بالجهاز التنفسي وأمراض الالتهابات، لكن معاناة شديدة. طيب السلام عليكم. نتعرف عليك. الأخت أميرة رمضان صابون من حي العمل. أميرة ما شاء الله عليك، يعني القراصة حاجة جميلة. أخي ربنا يعينكم إن شاء الله يا مسؤول. طبعا ما قصر والله مما جينا ما أسكننا، وإحنا قلنا كمان طبعا الحاجة البسيطة دي إحنا برضو نعملها، وهم برضو بيدونا والله ما قصروا منا مما جينا هنا. والله بنكونوا قاعدين في محلاتنا هنا بيجيبوا لنا الأكل، ما قصروا والله والعيان، يعني هم بيزعفوه وما قصروا يعني. طيب احكي لي الحصل شنو انتوا قبال ما تجوا هنا؟ والله الحصل طبعا انا ساكنه حي الامل، حي الامل ده طبعا جنب الموقع بتاع الدعامه. نحن يعني ما متوقعين كان الشيء ده بكون يعني حرب عديل كده ده. سمعنا الضرب وما طلعنا، خشينا جوا العوضه ودخلت اولادي تحت السرير وقعدنا. بعد شويه الضرب اشتد،
قمنا طلعنا مشينا حي الجهاد شربنا المويه اليوم الاول شربنا المويه وتاني الصباح قلنا نشي الشيف كده بحصل شنو جينا راجعين لما جينا راجعين جينا شتشتنا حاجاتنا بعد شويه الضرب بدا بعد شويه الدعامه ديل طلعوا من الاتجاه الغربي اتجاه الدائري ده والعساكر كانوا في الموقع ذاته بتاع الدعامه بعد شويه بدوا يبادوا النيران ونحن بقينا في النص وانا بيتنا جنبهم والله العظيم ما قدرنا نطلع ونطلع نلقى الطيلك نطلع نلقى الدعامه جارين بجاي والعساكر جارين بجاي بعد شويه طلعنا لقينا هنا عربيه بتاع الدوشكه لقينا حقت عساكر قاموا العساكر ديل قاموا قالوا لنا اطلعوا هم وقفوا الضرب والله قدمونا كده بتاع الدوشكه ده قدمنا الغد ما حصلنا بسيط كده قال لنا خلاص بعد ده اجروا جرينا الجهاد مشينا الجهاد قعدنا قلنا الصباح نمشي نشيل لنا غيار لانه انا جيت الا كان بتوبيده وجلبابه واولادي نعلينا ذاته وقام حقين اللعب وملابسهم حقين اللعب جرينا بهم اها جرينا الجهاد مشينا الجهاد برضه البيت اللي احنا قاعدين فيه وجنبه كده برضه قعد فيه ودانا دقت لي بنت اختي قاعده هنا في المدرسه قالت لي احنا هنا قاعدين في المدرسه امان ونس الهلال الاحمر معانا جرينا مع عيال ده من الجهاد كداري جينا لقينا الناس ديل برضه في ثلاثه ضرب جينا هنا قريب بانت برضه لقينا ضرب بعد ده اتختينا وجرينا لقينا ديل الجيش ما شاء الله قال لنا اجروا جرينا جينا هنا قعدتنا والله انا بس بتوبي وجل ببتدي الليل عندي 11 يوم وهو قاعدين الناس ديل ما قصروا والله قال لنا اقعدوا ونحن الاند انا دي والله ندوكم تاكلوا وتشربوا الغد ما المهم الموضوع ده يصير على امان يعني والله هم ما قصروا في يدهم ما في يدهم شيء يعني هم طيب انت حتقولي شنو طيب حتناجي المجتمع حتقولي شنو والله انا وصيتي الجهه المسؤوله تساعد ناس الهلال الاحمر لانه هم ساعدونا والله يعني الجهه المسؤوله لازم برضه تقف معاهم زي ما هم وقفوا معانا هم يعني اولاد وطن زينا اولاد حي ويقفوا معانا والله ما قصروا احنا دارين الجهه المسؤوله كالناس المحليه ولكن الوالي المهم يقيف ويدعمنا هسه احنا انا توبي ده الليل عندي 11 يوم توبوا جو البابا قاعد بهم هنا دوا شوف عدل حفيانين وما عندهم ملابس ذاته ونحن قاعدين وما في زول ولقانا الوالي ولقانا زول من المحليه غير ناس الهلال الاحمر وما قصروا الشافعي العيان بيزعفوه المر الحامل المر المرضعه الزول العيان والله ما قصروا يعني حتى يوم تجي واحد والله عيان منتهي مره واحده والله ادو درب الزول ده صحه وقام ونحس حاليا يعني نحس حاليا محلنا خطر اسي في نهب في الحي هناك حي احنا بالذات حي الامل فيه نهب وفيه ضرب يعني انا للان حسي ما قادر ارجع البيت وبيوتي خليتهم فاتحات احتمال مش نلقى من اكيد نهبهم وانا اسي هذا بلبسي ده بس ناس الهلال الاحمر ده اللي هو واقفين معانا والله ما خلونا يعني والله ادعمونا بالاكل ده ما شاء الله المويه كوبايه لنا بعد مرات بقروشهم وناس فايق الخير في رمضان برضه ما قصروا يعني ناس الحي فايق الخير ده والله العظيم لما رمضان ده انتهى نحن ما شاء الله يعني هنا يوم 23 في رمضان والله الناس ده ماسكين الناس فايق الخير ديل بعد فاتحوا ناس الهلال ديل برضه معانا ما قصروا والله والله اخر لحظه ده يا هو والله العظيم جابوا لنا دقيق والله نصوت العصيده دي بالعدس ناكله يستعملوا لنا الرز وجبه نص للاطفال والله ما قصروا بيجوا بحوم وبشوفونا هي يا جماعه قيلتوا كيف واصبحتوا كيف هم قاعدين معانا لما يحصل الضرب برضه هم والله واقفين معانا في مكتبهم ما فاتوا مجروا ان شاء الله ربنا يعينكم يمكن القصه واضحه انه معاناه حقيقيه جدا للاسر اللي متواجده هنا في معسكر الشروق أو مدرسة الشروق الابتدائية يمكن أغلبية الأسر المتواجدة الآن في هذه المدرسة هي من الأحياء الغربية وأغرب لمناطق الاشتباك لأن الموقع الغربي أو الاتجاه الغربي يوجد فيه المغاربة قوات الدعم السريع وأغلبية الاشتباكات اللي تمت في مدينة الأبيض هي كانت بتبدأ من الاتجاه الغربي أو من الأحياء الغربية اللي هي موقع الدعم السريع يمكن ده برضو واحد من الفصول اللي بتتواجد فيه عدد برضو كمان من الأسر وده الحال زي ما نحن شايفين معاناة حقيقية لإنسان ولاية شمال كردفان وتحديدا مدينة الأبيض وبالخصوص الأحياء الغربية معاناة كبيرة بسبب الاشتباكات اللي دارت الأيام الأخيرة ما بين قوات الدعم السريع والقوات السودانية المسلحة نزل الله سبحانه وتعالى لهم العون والمساعدة طيب السلام عليكم السلام عليكم طيب عرفينا عليكم أخت ليلى عبد الله من دولة السودان طيب ليلى كده احكي لنا الحصل شنو يا ليلى
والله اللي حصل ده احنا ما عندنا فيه حاجه اصلا. الكلام ده حصل قبل في رمضان، قاعدين زي ده ما عارفين حاجه الا الناس جايه زحا والذخيره واقعه، وشردنا من بيوتنا وما عندنا علم زادنا لحاجات زي ده. شردنا من رمضان لهذا الان. نشكر اخواننا الف الهلال الاحمر واقفين معانا ما شاء الله، عالجوا وحلقوا اي شيء، وللان احنا ما فاهمين اي حاجه، ما عندنا استطاعه نرجع نهائيا. وده حاصل. الوضع الان هنا كيف؟ حاجات ناقصاكم شنو؟ والله الدار يسافر بسافر ما في حد تسكره اساسا. العفش ذاته حارقنه برضه، ما في محل تنوم فوق وكده، ما امن الوضع نهائيا. هاي وشكرا لكم ان شاء الله. نسال الله سبحانه وتعالى لكم العون والمساعده. يمكن برضه كميه من الشباب او الشابات اللي متواجدات معانا هنا. طيب برضو معانا مصعب خالتنا بجاهي، برضو خلينا نتعرف عليها ونشوف برضو معاناتها. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أميك السلام عليكم، عارفين عليك. عليكم السلام. اسمك منو؟ سمنا حواء. أمنا حواء، كده أحكي لي الحاصل شنو؟ والله الحاصل هو مرقى إلى حاجة تتسحر لنا في رمضان. بس وجانا شويه كده حركوا مرقنا والحاجات اللي كلهم حركوا لنا، واي شيء هو الحاجات اللي عندنا هنا تبث، وما عندنا شغل ولا عندنا بيسم هنا عشان نخش فوقه. كله خرب لنا، وكنا ترى قاعدين هنا حتى ما عندنا شغل ولا. طيب الاولاد وين؟ الاولاد رجعوا. اولادك؟ لا ده ولدت لك انا، ولدت اثنين رجعوا للبيت هسه بشوفوا قلب اصلحوا الرواكيب ويجيبوا القش من وين، وبعدين بيجوا لنا هنا هسه بشويه كده بيجوا. تكلمي عرفين عن ولدي. الولد ده ايان. الولد ده ايان لكن عنده نفسيه كده. ذاته جبنا قلنا ان شاء الله يمرق لنا بتاع الحبايب ولا اي شيء. لكن الاولاد رجعوا ده ولاد ببيوتهم. يلا عندنا ملا حامل مبارك شويه كده توجحت رجعوه، وحس تاني رجعوا له يكون قال ماشي نتاكد ونصلح الركوبه ونجم نمشي. الله يعنينا كلنا ضحك الحي واحد. يلا حس قول فاتوا وبجوا. عندنا شغل عشان واحد يحتمد بيرجع ولا اي حاجه، توكلنا لله والولاد ما قصروا الحمد لله. ان شاء الله خدت لهم فيهم كان حسناتهم ويدرجوا عمرهم. نحن ذات وبعد كده كان ربنا يثبتنا ان شاء الله في محلنا بتاب الدين اللي بيستنى ده. ذات والدايرين ربنا يدوه في نيتهم ان شاء الله يا رب العالمين، ومحلنا يصلح نمشي، وانتوا ذات ربنا يدرج عمركم لقدام تبقوا اكثر من كده ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا يما على الدعوات الطيبات، ونزل سبحانه وتعالى انه يلطف بالحال ويصلح الحال، والسودان يرجع له امنه واستقراره. برضه معانا اختنا نتعرف عليك. السلام عليكم. عليكم السلام. حبابك اسمك منو؟ هنادي محمد احمد. طيب هنادي من ياتو حي انت؟ هنادي من حيبانت. طيب هنادي حصل شنو كده احكي لينا، كنت وين انت لما الاحداث دي حصلت؟ في حيبانت. اي ايوه حصل طلعنا بس. لكم كم يوم هنا؟ طولنا نحن يهو عيدنا في بيوتنا يهو تاني. يوم من سمعنا يهو طلعنا. طيب الوضع هنا الآن في المعسكر اللي انتم موجودين فيه، والوضع هنا آمن؟ لا كويس يهو. طيب الخدمات الحاجات اللي انتم بتعانوا منها شنو؟ والله ما في حاجة يهو، قاعدين ناكل ونشرب ان شاء الله. طيب ربنا ان شاء الله يكون في العون، وربنا ان شاء الله يلطف بالبلاد. يمكن ان احنا ما عندنا حاجه نقولها غير انه يا اخي ندعو لاهالينا في السودان انه ربنا يلطف بهم، وانه الحرب دي هي تنجلي. وصراحه يعني الحال يعني بصراحة ما في كلمات عشان توصف الحاجة اللي نحن فيها، أو عشان توصف الوضع اللي نحن فيه، فلكن هي دي الصورة قدامكم. هي الصورة دي بتتحدث، يعني يمكن دي فصول براسية، يعني الفصول هي ذات الآن ما مهيئة عشان هي تستقبل أسر، أو عشان هي تستقبل عائلات. لكن رغم ذلك، رغم الظروف اللي هي الأسر دي هي موجودة، والآن هي بتستغل الفرشات. الآن هذه الأسر بتنوم على الأرض أو بتنوم في الواطة، فهي معاناة حقيقية جدا. ودم الموقع الوحيد في مدينة الأبيض اللي فيه المعاناة، يمكن عدد من المواقع فيها معاناة كبيرة ومعاناة كثيرة جدا، لكن
ده الموقع اللي نحن قدرنا وصلناه واللي قدرنا من خلاله وصلنا الصورة الحاصلة. وزي ما ذكروا لي الإخوة في الهلال الأحمر هم بيعانوا معاناة كبيرة جدا خصوصا في المواد التموينية، ويمكن آخر وجبة كانت قبل لحظات اللي هي وجبة الفطور. الآن هم حسب ما ذكر لي أنه ما متواجد الوجبة بتاعة الغداء، فهي دي إشكالية كبيرة. في برضو عدد من الأسر متواجدين في الاتجاه الشمالي يا مصعب، برضو هناك عدد من الأسر كبيرة هي موجودة، فصراحة هي معاناة كبيرة 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 جدا. فنحن نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يلطف بهم وأنه هم يعينهم. فصراحة المشهد يعني ما داير كلام، فهي دي صورة من هنا من مجمع الشروق أو مدارس الشروق، تم استغلاله كمعسكر للنازحين للأحياء الغربية بمدينة الأبيض. والمعسكر ده هو بيقع في الاتجاه الشمالي الغربي لمدينة الأبيض، ومن بداية الأحداث كان في حوالي 220 أسرة، الآن الأسرة المتواجدة حوالي 60 أسرة، لكن هذه 60 أسرة معاناة كبيرة زي ما ذكر من خلال الإفادات اللي تابعتوها معانا. طيب دي الصورة ودي التكية، نحن ما حنتكلم لكن الحال هو اللي حيتكلم. فقط نرجع ونكرر، هي دعوات صالحات، فدعوة إنه ربنا يلطف بالسودان، إنه ربنا يلطف بأهلنا في السودان. أنا شاكر ومقدر، وبكده بتكون خلصنا الجولة من هذا المعسكر مدارس الشروق الابتدائية بمدينة الأبيض اللي هي بتقع في الجزء الشمالي الغربي لمدينة الأبيض. نسأل الله سبحانه وتعالى العون واللطف بأهلنا في ولاية شمال كردفان وبأهلنا في السودان عموما. حتى الملتقى لكم تحياتي مجاهد بشير بحر وتحيات زميلي مصعب بلل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.